سيزن جديد من كاريولوجي على كرفان بلس على رؤية. هاي المرة متصور السيزن بدبي. السيزن هذا فكرته مقسوم نصين. الفكرة منه كلها نفرج الكوميونيتي، الناس اللي بتحب سيارات هون كيف بتعيش، وين بتنزل، شو بتسوي، شو في اكتيفيتيز لها. والنص الثاني راح يكون تست درايفز لسيارات برضو بدبي زي ما كان السيزن الأول. أول إشي راح أبلش فيه هو أوتيل. هذا الأوتيل فكرته أنه أنا كشخص بحب السيارات بقدر أني أقعد بهذا الأوتيل فعلاً 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 أكون مبسوط، وهو أوتيل بالنهاية مرتب كثير. فهلأ راح أبلش أحكي لكم التفاصيل هناك، بس للناس اللي بتحب السيارات. أول ما تصف سيارتك وتنزل، أول إشي راح تشوفه سيارة فورمولا 3 على باب الأوتيل. في البداية قبل ما أدخل جوا لازم شوي أحكي عن السيارة اللي معي. معي أستون مارتن دي بي إس سوبر ليجيرا، من السيارات اللي كتير قليلة، من أقوى ما صنعت شركة أستون مارتن. 715 حصان، 5200 سي سي، توين توربو تشارج في 12، 12 سلندر. حق السيارة ما يقارب 365 ألف دولار بدون جمرك. ولا أي حدا سمع كلمة سوبر ليجيرا، هاي الكلمة يعني سوبر لايت. ليجيرا بالإيطالي يعني لايت. ليه عملوها بالإيطالي؟ لأن منافستها الأولى فراري 812 سوبر فاست، شركة إيطالية عملوها سوبر فاست، وكلمة فاست حطوها بالإنجليزي، فحبوا يردوا عليهم أستون مارتن بالإيطالي. نعم، سيارة 1960 للسباقات معلقة فوق فراري. وهون بتقدر تقعد. في البداية فوقك الديكوريشن عم بيكون من الجنطات، وإذا قررت أنك تقعد هون فأنت على الأكيد راح تكون مش زلمة جاي تروق، لأنه بالضبط جنبك دبي أوتودروم. كل الأشياء اللي موجودة جوا أي غرفة في هذا الأوتيل هي أشياء بتتعلق في السيارات زي اللي شفناها على الحيطان. ولكن الموضوع الأهم بكل الأوتيل إنه هذا الأوتيل غرفه في منهم شق اللي هو إحنا قاعدين عليه مطل على دبي أوتودروم، واللي هي من أحلى الحلبات اللي موجودة، الناس كلها بتعرفها. أي حدا بيحب السيارات بيعرف قد إيه هالحلبة مهمة، موجودة من 2004. تعرفوا يا جماعة في كتير أيام بصحى الصبح الساعة 7 على صوت سيارة إيش يا بابا. بس هلا أنا كباسل سألوني قبل ما أدخل، هل أنت بتستحمل الإزعاج اللي بصير؟ أنا مرات بصير في إزعاج هون، ولكن أي حدا جاي هذا الأوتيل عارف ومتأكد إنه هذا الشيء راح يسمعه. ولكن فعليا بصحى كل يوم ابتسامة من هون لهون، صاحي كل يوم على صوت دراجات، سيارات، سباقات. فورمولا 1 بينزلوا هون، فورمولا 3 بينزلوا هون. في أشياء بتخوف جوا هاي الحلبة، حتى أنك تقدر تنزل عليها وتجرب فراري، تأخذ فراري تسوقها وتلف فيها لفة. فاهمين قد ايه الحلبة مش معقولة؟ في الإمارات في هاي الحلبة، وفي ياس مارينا سيركت اللي موجودة في أبوظبي. هذول التنتين من أحلى الحلبات اللي زرتهم في حياتي. هلا الناس ممكن تسأل، طب معقول باسل عاملين أوتيل كامل بس الناس اللي بتحب السيارات؟ نعم، لأنه في سببين. الأول إنه كمية الناس اللي بتحب السيارات في هالمكان مش عادية. تعرفوا إنه المنطقة اللي إحنا فيها اسمها موتور سيتي؟ بال2004 لما بلشت دبي أوتودروم ما كانت موجودة هالمنطقة، فانبنت على أساس الأوتودروم. فأي حدا بيجي لهون متوقع يشوف إشي له دخل بالسيارات، لحتى إنه بالشارع الرئيسي في وكالات سيارات، فهذا الإشي أو هذا المكان هو بس للسيارات. موضوع تاني كتير مهم إنه الدرايفرز الناس اللي بيسوقوا بيجي من برا بده يسوق بالحلبة، ما بنزل بأوتيل بعيد، المسافات هون كبيرة، فبيجي على هذا الأوتيل لحتى يكون كتير قريب على الأوتودروم. أول ما بده يتحرك بيمشي بيكون وصل على الحلبة. وأنا باسل مفرج وهذا كاريولوجي.